انت لما بدك تعرف التاريخ العبري اليوم، وطبعا ما هوش تاريخ عبري واحنا اثبتنا انه مش عبري، في سنة واحد ميلادي كان 3760، في واحد ميلادي 3760، الان احنا كم؟ 2013. 3760 زائد 2013 بتعرف قديش السنة العبرية اللي احنا فيها الان. وهم يعتقدون انه الدنيا تدوم سبعة، لا يعني هم بيقولوا الدنيا بتدوم 6000 سنة، يعني بتقدروا تعملوا فيما بعد حسب اعتقادهم بتدوم، لانه انقطاع وين بيحصل؟ في السابعة، في الالف السابعة. انقطاع وين بيحصل؟ في الالف السابعة. طبعا هم عندهم اعتقاد انه التاريخ العبري هذا هو من بداية خلق آدم، وهذا طبعا لدينا أدلة كثيرة على بطلان هذا الكلام، سواء كان أدلة علمية أو غيره. هم بيعتقدوا انه هذا من بداية خلق آدم، تاريخ العبري من بداية خلق آدم 3760 قبل الميلاد. تصوروا يعني آدم 3760، طب ما في حضارات 7000 قبل الميلاد بنعرفها، في حضارات 7000 قبل الميلاد بنعرفها وأكثر، تمام؟ طيب طبعا هذا التاريخ العبري هو حقيقته مش تاريخ عبري، وإلنا دراسة حول الموضوع. باختصار أظن أنه إلى علاقة بنومة أهل الكهف، وهذا موضوع الآن مش وقته، وهذا موضوع لأنه أصلا سبق اليهود، لأنه موسى عليه السلام 1200 قبل الميلاد، ملوش علاقة بعبري. وحتى لو بدهم يقولوا من أيام إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام 1800 قبل الميلاد، إحنا بنتكلم عن 3760 كما قلنا. هم بيزعموا أنه بداية خلق آدم، وهذا كلام كتبوه في عصور متأخرة فلسفوه هم من عندهم بدون أي دليل. طيب يعني هو التقويم هذا أقدم تقويم وجدته، أقدم تقويم وجدته عند البشر، وأقدم من التقويم الصيني، ماشي؟ ما له علاقة هم فيه، إيش أساسه؟ موضوع تاني. يعني هم لبسوه لبس موضوع تبنوه يعني التقويم وأعطوه فلسفة، فهو مش تاريخ عبري أصلا، احنا سميناه تاريخ رقيمي، بس مش وقته البحث في هذا الموضوع.